السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بريزمان المعلومات إن كنت أخي الكريم أختي الكريمة تمتلك أو تمتلكين هاتف آيفون أو آيباد أو آيبود كذلك فبإمكانك حذف الملفات الغير مرغوب فيها كذلك حذف البيانات الخاصة بك بشكل نهائي دون أن, يعني أن يستطيع الشخص الذي تريد أن تبيع له الهاتف الخاص بك (آيفون) أو كذلك أن تعطيه له مثلا هدية فلن يتمكن من استرجاع البيانات الخاصه بك ان قمت بهذه العمليه اي المسح الكامل والكلي لهذه البيانات وليس فقط الجزئي بالاضافه الى مسح بعض الملفات او الملفات كذلك نعم التي هي لا لن تستطيع حذفها من الايفون التي هي غير مرغوب فيها بطبيعه الحال فكل هذا واكثر سوف نتعرف عليه في حلقه اليوم لا تنسى نقر على زر لايك الاشتراك في القناه وتفعيل ميزه الجرس ونبدا على بركه الله اخي الكريم فالطريقة التي سننهجها هو الدخول إلى الرابط الذي سأتركه لك في وصف الفيديو فستتوفر على برنامج وستقوم بتحميله من خلال هذا الرابط يمكنك الشراء لتكون النسخة احترافية ماك او ويندوز عن طريق النقر على هذا الخيار يمكنك التجربة مجانا عن طريق يعني اختيار النظام الذي تتوفر عليه سواء كان ويندوز او ماك فباستعمالك لبرنامج اي ماي فون يمكنك اخي الكريم تامين خصوصيتك على الاي او اس من خلال محو البيانات كذلك اخي الكريم يمكنك يعني مسح التطبيقات من الجهات الخارجيه واتساب، ويشات لاين، كيك، فايبر وما الى ذلك، يمكنك كذلك تامين البيانات الخاصه بك عند بيع او اعاده تدوير الهاتف الخاص بك، يعني اعاده تدوير تبرع بهذا المفهوم، يعني كما قلنا التحميل كما تلاحظون قد قمت بتحميل البرنامج، فالبرنامج يمكنك من وح محو رسائل التطبيقات المرفقة. يعني رسائل واتساب، رسائل فايبر وما الى ذلك. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح أجزاء التطبيقات والأطار الخاصة بها في الهاتف الخاص بك كما تلاحظ معي فهو مدعوم على جميع الأجهزة كما تلاحظ معي آيفون XS والآيفون X وما الى ذلك كذلك جميع الطرازات مثل الايباد اير والايباد ميني والايباد بو برو وما الى ذلك ويمكنك مسح كل شيء واتساب بيانات ويشات الفايبر سجل مكالمات اشرطه الفيديو بشكل نهائي بالنسبه لطريقه العمل عند استخدام البرنامج بهذا الشكل اخي الكريم فتشتغل بهذه الطريقة أولا تقوم باختيار وضع المحو يعني المكان الذي تريد أن تحمي لديك عديد من الخيارات يعني كليك كاني لا ميموار هنا كذلك افصل تولي ثم هنا إفصلي في ثم افصل لي دوني بريفي ثم يفصل لي بريفي كما تلاحظ فلديك خاصية أولى هي تركيب الآيفون الخاص بك في الحاسوب أولا ثم بعد ذلك تقوم بعمل سكان ثم تمر الى الخطوه الثانيه حيث يعطيك الملفات تحدد الملفات باللون الازرق هنا ثم تمر الى ايرز نيو ثم بعد ذلك تعطيك الواجهه الاخيره التي من خلالها تقوم بمسح بشكل دائم اذا كنت تستخدم ايفون او تعرف شخص ما يستخدم هذا الجهاز ارسل له هذا الفيديو لانني متاكد انه بحاجه ماسه الى هذا البرنامج الجميل الذي يعني سيفيده لا محال عندما يريد ان يبيع هذا الهاتف الخاص به او مثلا ان يعطي هديه لشخص ما عزيز عليه بطبيعه الحال اتمنى من صميم القلب ان اكون قد وفقت في تقديم معلومات جيده في هذا الفيديو لا تنسى على زر لايك الاشتراك بقناه وتفعيل ميزه الجرس وضع تعليق محفز في الاسفل في انتظار حلقه الغد ان شاء الله التي لتتك... ستكون إن شاء الله جميلة جدا وتقريبا فيها بعض المعلومات الشيقة والرائعة أضرب لكم موعد آخر في حلقة مقبلة حلقة الغد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته